مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي الجزيره. ارجع لضيوفي اللي منوريني في الاستوديو كابتن سلاوي، يعني يمكن الشوط الثالث والرابع كان افضل بكثير اداء النادي الاهلي، ولكن يعني نادي الجزيره مادي برضو اداء جيد، مكلبش في الجيم يعني يخلص 12 بونت. انا شايف ان ده يعني نتيجه معقوله لاداء المباراه. طبعا احنا عايزين نقول مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق. هارد لك نادي الجزيره. بصراحه نادي الجزيره قدم مباراه رائعه دفاعا وهجوما النهارده. يعني لو جينا قلنا اتكلمنا على الشوط الثالث والشوط الرابع، هنلاقي الشوط الثالث احنا كنادي اهلي خسرانين 6 نقاط. دفاع الجزيره كان قوي جدا ومستحوذ على جميع الكور على الباسكتين. الاهلي اليوم اعتقد كان يفتقد للعب الجماعي شويه، استسهلوا المباراه. قدر الجزيره يفرض اسلوب لعبه او يخلي النادي الاهلي يمشي في اتجاه اللعب اللي هو عايزه. نعم. ف كان عندهم تماره لعيبه كويسه في الجزيره، ايا خالد لعيبه كويسه، كريمان لعيبه كويسه. النادي الاهلي النجوم على فترات، رنيم شويه، الامريكيه شويه، نادين شويه، سوريا شويه، اشرف ميرال اشرف على فترات. لكن اعتقد ان الكابتن طارق قدر يعني يحط خريطه في دماغه لرجوع الناس المصابه ودخول الناس. يعني اعتقد ان الفرقه كابتن طارق لعب بتسع لاعبات بس، يعني الاثنين الصغيرين ما لعبوش زي خالد او لعب كمان يمكن بثمانيه، لانه احنا عندنا في السكور في يعني عندنا في نرمين ايمن ما لعبتش مظبوط، وفي جايده خالد ما لعبتش، وفي هنا حتحوت ما لعبتش، ودينا عمر موجوده في السكور. اربعه ما لعبوش النهارده، لعب بثمانيه فقط كابتن طارق خالد، لعب بثمانيه. ما انا بقول لك المباراه دي بروفه اساسيه للمباراه القادمه. اعتقد المباراه القادمه هتبقى موضوع صعب انه يلعب باكتر من كده أو يعني. لكن المباراه دي بالنسبه للنادي الاهلي انا في رايي ان خارج توقعاتنا. يعني احنا انا شخصيا من متابع التمارين والفرقه وكده، كنت يعني كانت حاله الفرقه احسن من كده بكتير بصراحه. ممكن خلي بالك الفرقه لكن في اثناء الموسم اب اند داون بتبقى طالعه، لكن هي زي ما انت بتقول برضو صح، ان ممكن تكون الكيرف شويه بيطلع وينزل. بالعكس انت تنزله في الوقت اللي انت ما عندكش فيه ماتشات حساسه او ماتشات، لكن مهمة. هي مباراه لا تدعو لاي قلق، الفرقة جيدة جدا. لكن هو النهاردة افتقدوا الأداء الجماعي دفاعا وهجوما. نعم.